يا أشرف قوم العم الدنيا انده لي مهر من المخزن. عناية أوامر يا كروان الجيه. وإيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل فيها يا فندم؟ هو أنت كنت بات فين امبارح؟ امبارح كنت بات عند واحد صاحبي كده، أمه مسافرة وقاعد لوحده مؤقتا يعني. هو أنت عملت إيه يا ماهر؟ عملت إيه في إيه يا فندم؟ في حد قال لك عني حاجة وحشة؟ هو أنا مش المفروض أبقى عارف اللي داير في بيتي ولا إيه؟ حقك يا فندم، واللي يقول غير كده تضربه بالجزمة على دماغه. بس أنا شاكك إن في حد سامم ودنك على إيه؟ ما قالوليش حاجة أنا معرفهاش عنك. أمال إيه يا فندم؟ يا فندم أنا راجل مظبوط، اللي تسمعه ما تصدقوش. ده أنت الشارع يا فندم، اللي تشوفه بعينك بس اللي تصدقه. ما تخلص بقى يا عم ماهر، خلينا نروح نشوف شغلنا. عايزني أقول إيه وأنا أقول يا فندم؟ صاحبك اللي كنت بايت عنه ده ماله؟ ساكن في دار السلام؟ دار السلام إزاي يا فندم؟ ما أنت عارف قصة البت آية وآلاء الجزارين، لو نزلت المنطقة يقطعوني. بعدين ما أنت معاك العنوان وأكيد سألت عنه وعرفت كل حاجة. كنت بايت عند واد اسمه مجدي، أعرفه من أيام صنايع، ساكن في المعصرة. ماشي يا عم ماشي. يلا روح مع الرجالة بقى، أنا عايز العدة بتبرق. تبرق يا فندم، عينيا. أنا نازل.